ليست بابوية. الأصوات يا سيدنا اللي ارتفعت لتقنين حالات الطلاق عند المسيحيين. طبعا الزيجة عمل هام في حياة أي إنسان، والزواج مشروع وقرار خطير جدا في حياة الإنسان، وبالتالي يحتاج كل دقة في اتخاذه. وحسب العقيدة الإنجيلية والعقيدة المسيحية توجد شريعة الزوجة الواحدة، ولا يوجد طلاق إلا لخطية الزنا، لأن بالمفهوم المسيحي الزواج ثلاثة أطراف وليس اثنين، هو وهي والمسيح. ولاحظ حضرتك أن رقم ثلاثة ده هو رقم أول شكل هندسي أو الكيان، يعني خطين ما بيعملوش كيان، لكن ثلاث خطوط بيعملوا الكيان الهندسي بيسميه مثلث. فده الكيان، الكيان الأسري أو الوحدة الزيجية. إذا سقط طرف من الأطراف في خطية الزنا، تكون النتيجة أن في طرف رابع دخل وكسر هذه الوحدة الثالوثية، ما عادتش الزيجة قائم. تمام، بس هل هناك أسباب أخرى غير علة الزنا يمكن أن تكون للكنيسة لديها اعتبار؟ توجد أسباب أخرى نضعها تحت عنوان بطلان الزواج. بمعنى بطلان الزواج، هل كل يعني كل حالة تدرس على حدة؟ طبعا طبعا، مفيش قانون واحد للكل. بطلان الزواج يعني شيء ما حدث بطريق الخطأ وأنشئت الزيجة عليه، ثم ظهر هذا الخطأ فتبطل هذه الزيجة كأنها لم تكن. سأعطي مثال. هو وهي تزوجوا، ثم اكتشفنا ان هو مريض نفسيا ويعالج نفسيا منذ زمن قبل الزيجة، واخفيت هذه الحقيقة، او عاجز جنسيا، او عاجز جنسيا. تمام، واخفيت هذه الحقيقة. صحيح، لأنها أخفيت، في حقيقة أخفيت، فكأن الزواج لم يقم على صدق. نعم، فبتقوم الكنيسة تعمل ما يسمى ببطلان الزواج. يعني إيه بطلان الزواج؟ هل هو الطلاق in a way؟ ما هوش طلاق، بنسميه تطليق. تطليق، تطليق. إيه الفرق سيدنا؟ ما هو قلت لك أن الطلاق لعلة الزنا، وما في حكمها. حكم الزنا مثلا، في الزنا الحكمي، يعني ما فيش حاجة فعلية شفناها بعنينا، لكن في شواهد تدل ان في حاجة فعلية. طبعا حضرتك قداستك مدرك ان انا وانا بسأل التفاصيل الصغيرة، لاني اعلم ان الذين يرونني مع قداستك من الاسر المسيحية التي فيها حالات كثيرة من هذا النوع، شديدي الاصغاء لكل كلمة تقولها. نعم، بس حضرتك قلت حالات كثيرة. نعم، هي مش حالات كثيرة، هي تبدو كثيرة لكن مش كثيرة بالمعنى انها يعني مثلا تتعدى 50% او نصف الحالة، يعني لا تشكل ظاهرة في نهاية الامر. لا لا لا. سيدنا، هل القوانين التي هي قوانين الداخلية للمسيحيين، هل أخذ عليها، يعني وصلت إلى حد أن أصبحت قاعدة قرارات؟ هو الكتاب المقدس هو المصدر الأول والأخير، يعني وصايا الكتاب هي المصدر، هي اللي بتحكم حياتنا كلها. وطبعا الكتاب المقدس شيء واسع جدا، وأساسا الإيمان والعقيدة وما تسميه بالقانون قائم ومستخرج من الكتب المقدسة. نعم، في الأساس. يعني عفوا، أنا في أيام قداسة البابا شنودة، اسمح لي أن أنا أقول لك ده، قلت لقداسة البابا شنودة: يا سيدنا، فيما يتعلق بالزواج الثاني على سبيل المثال، قلت له كن مرنا، يعني أنا أحترم بشدة قواعد الكتاب المقدس وما تأمر به الشريعة في الكتاب المقدس، لكن خليني أقول لك أن المرونة تحتاج إلى
صياغة أخرى يمكن أن تبيح. وفي ذلك الوقت كانت هناك كنيسة، يمكن قداستك تتذكر، كانت تتيح هذا الزواج الثاني، وكان قداسة البابا شنودة يرفض هذا تماما. المسيحيون يتساءلون هل الزواج الثاني يعني متاح؟ أشرحها لحضرتك يعني عشان تبقى مقبولة لكل اللي بيشاهدنا. تفضل. احنا قلنا الزواج قائم على ثلاثة أطراف، هو وهي والمسيح، وهذا يكون الكيان الزيجي أو الوحدة الزيجية، وهذه الوحدة لا تقبل إضافة، لا تقبل إضافة، يعني هي ثلاث أطراف ما تنفعش تبقى أربعة، ما تنفعش تبقى خمسة. هو ده الإيمان المسيحي.